وللحديث عن استمرار الحملات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية والميليشيات في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ينضم إلينا من فيينا ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بك معنا سيد ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سيد ضياء. الحكومة تطلق حملة أمنية كما تعلم في قضاء الطارمية شمالي بغداد بحثا عمن وصفتهم بالمطلوبين، يعني ما المبرر لهذه الحملات؟ هل هناك مسوغ لمثل هذه الحملات؟ نعم، هناك مسوغ لهذه العمليات. هي الحكومة العراقية أو ما يسمى الحكومة العراقية حينما تكون في موقف محرج أمام الشعب مالها وأمام الميليشيات اللي هي سير الحكومة. من يحكم العراق؟ أولا من يحكم العراق؟ الذي يحكم العراق هو يعني عبد الهادي العامري، نور المالكي، قيس الخزعلي، مقتدى صدر، ولا آخره من هذه العصابات التي تمر بأوامر إيرانية لقتل الشعب العراقي. حقيقة كل ما يحدث في الوقت الحاضر هو لأنه بعض السياسيين أو بعض التصريحات اللي بدت بالآونة الأخيرة على الانتخابات الجديدة، وهذا العفو تفضل، حدث إرباك في الحكومة العراقية، والإرباك في الحكومة العراقية بالتأكيد راح تكون هي، نعرفها أنها حكومة طائفية والميليشيات هي التي تسير الحكومة العراقية، فاعتمدت على الميليشيات لقمع الموجودين في هذه المنطقة في هذه الشريحة من الشعب العراقي. نعم، التسيير هو إيراني، والضغوطات الدولية على الحكومة العراقية يعني حقيقة الضغوطات واضحة من كل العالم، لكن الحكومة العراقية ليس لديها خيار، لأنه هي لا تملك الأمر ولا تملك السياسة في العراق. من يملك السياسة هي الميليشيات والحشد الشعبي. الجيش العراقي مغيب، الأجهزة الأمنية مغيبة، الذي يحكم العراق فعلا هم أصحاب الكتل السياسية والعصابات، رؤساء العصابات اللي موجودة اللي ذكرتهم سابقا. الانتهاكات لحقوق الإنسان يتحملها الحكومة العراقية بالتأكيد، بكل ما تتضمن من هذه الانتهاكات تتحملها الحكومة العراقية والميليشيات أيضا. دول الرؤساء الميليشيات الموجودين، أخي ما حد يقدر يطلع من دول الميليشيات إلى خارج، إلى أوروبا أو إلى أي دولة أخرى ممكن أن يعتقل، لأن اعتقالاتهم دول موجودة، دول مهددين. لهذا السبب هم الأنفاس الأخيرة اللي قاعد يصرفوها بالوقت الحاضر بالطارمية وشمال بغداد وبعض المناطق الأخرى بحثاً عن الإرهابيين حسب ما يدعونه. هو هذا الدعاء يعني الدعاء مسبق، هم يعني يصنفون الاعتداءات على الشعب العراقي وانتهاكات لحقوق الإنسان جميع شرائح الشعب العراقي. طيب، تخص الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وكل منتسبي السلطة في العراق سابقا، حتى المعلمين، حتى المدرسين، يعني حتى المدنيين اللي ما لهم علاقة حتى بالدولة كدولة أمنية أو سلاح أو بالأجهزة الأمنية، ما لهم علاقة. ناس معلمين يختالوهم، مدرسين يختالوهم. طيب سيد شمري، نعم سيد شمري، يعني كما تحدث أن هذه الحملة حكومية من المفترض أن تكون، ولكن تم إشراك بالجزء الأساسي فيها الميليشيات مع حساسية الأوضاع هناك، هل يمكن أن يفهم أن يعني الحكومة تقصدت هذا لإرسال رسائل ربما تكون خارجية وداخلية من خلال إشراكها لهذه الميليشيات؟ هناك أمور سياسية جديدة تبدلت، أكو تبديل سياسي واضح وإجبار الحكومة العراقية بتبديل المنهج السياسي الذي تحكم به لحد هذا 18 سنة اللي تحكم به العراق، وهذا التوجيه هو هذا ضغط عليها وعلى إيران. وإحنا قاعد نشوف أكو مناوشات سياسية بينها وبين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلها شاركت بالعملية على شان الوضعية السياسية بالوقت الحاضر وفي كل المنطقة. إحنا من نتكلم على كل المنطقة، بس إحنا خصنا هسه بالوقت الحاضر العراق المسيطر في هذه المناطق
لا توجد حكومة عراقية بالمناطق شمال بغداد الرمادي وتكريت والمناطق الأخرى والموصل، لا توجد حكومة عراقية، توجد ميليشيات والحشد الشعبي هو من يحكم، هو من يحكم بهذه المناطق، هو متسلط على أرقاب العراقيين إذا كانت في نقاط التفتيش وإذا كانت في الدوائر الرسمية وحتى الدوائر الرسمية العادية مال التملك والجنسية والمواطنين. إحنا عندنا كذا شكوى من المواطنين كيف يعتدون على المواطنين بأسلوب قبيح حتى يتهموهم بدينهم أو مذهبهم. هذه العملية قاعد تحدث يوميا في المناطق الشمالية إذا كانت في الموصل وإذا كانت في الرمادي. يعني التوجيهات من الميليشيات هي توجيهات إيرانية وتابعة إلى ولائها، هي لولاء ولاية الفقيه، وولاية الفقيه احنا نعرف فارسية وليست المذهب الجعفري. الجعفري بعيد عن كل البعد عن ما يحدث بالعراق، لأنه هم دول لا يملكون دين ولا يملكون أي صيغة من صيغ التبعية للإسلام، ما موجودة، هم تبعية عندهم لولاية الفقيه. ماذا يقول الولاية الفقيه؟ هم يعملون، وولاية الفقيه هي النظام الإيراني الفارسي، القومية الفارسية، هذا هو ما يعني في الوقت الحاضر. أما ما يحدث بالعالم ومطالب الدول الأوروبية وأمريكا وكل العالم قاعد يطالب، وحتى بعض الدول العربية تطالب بتبديل منهج السياسي الموجود في العراق. يعني الابتعاد عن الطائفية، هم قاعد يشددوا على الطائفية، وخير الدليل يطلع مقتدى صدر ويتكلم بصيغة طائفية، هو قاعد يتهم الناس ويقول البعثيين. هو ما يقصد البعثيين، هو يقصد المناطق الشمالية بالعراق وبالتحديد يقصد السنة. يعني حقيقة هذه الطائفية الموجودة في العراق حتى يقمعون هذه المنطقة من أن يصير لها منفذ بالحكومة العراقية. هم فقدوا كل الشرعية في وسط وجنوب العراق. نعم أستاذ الشمري، يعني أمام هذه الاعتقالات والحملات، بالمقابل لماذا تتأخر عمليات ملاحقة قتلة المتظاهرين وفرق الموت كما تعلم المنتشرة لا سيما في البصرة؟ فرق الموت على أساس يعني رئيس الوزراء تم اعتقالهم، فرق الموت اللي حدثت الجرائم في البصرة، بس أنا يعني غير واثق من عدة، لأن هذا يعني رجل لا حول ولا قوة. يعني حقيقة هذا رجل كذا مرة وعد الشعب العراقي بوعود وكذا مرة لم ينفذ أي وعد. خير وعد هو أجا من البداية وقال أني على قتلة المتظاهرين وسأحكم بالعدل على ولا اعتقل ولا واحد، بينما قتلة المتظاهرين معروفين ومعروف عناوينهم وبيوتهم ومعروف دور سكنهم، لحد الآن ما اعتقل ولا واحد من عدهم. المتظاهرين اللي راحوا، هم مطالبة المتظاهرين حقيقة مطالب شرعية، ما رادوا أكثر من حريتهم وما رادوا أكثر من التعيين ووظائف، وما رادوا أنه هذه العملية الموجودة بسرقة أموال الشعب العراقي من دول الجوار يعني قاعد يشوفوها أمام عينهم، المليارات قاعد تنسرق أمام عينهم. الشعب العراقي طالب بمطالب بسيطة ومطالب أقل مطالب ما طلب بها الشعب العراقي. نعم. حقيقة هم جت الحكومة هذه العراقية بالوقت الحاضر اللي هو الكاظمي هو جزء من عدهم، هو ليست يعني أنا الكاظمي ما برئ من البداية. شكرا جزيلا لك ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.